هارد لك نادي الاهلي النهارده كابتن، مبروك للريال. من وجهه نظري انا يعني خليني اقول وجهه نظري في المباراه، اقول ان النادي الاهلي النهارده لعب افضل مباراه في الثلاث مباريات يا كابتن علاء. خلي بالك لما بتلعب ثلاث مباريات في توقيت فتره قليله ده برضك بيعمل حمل يا كابتن اسامه على الفريق، ولكن النهارده انا شايف ان النهارده ان نتيجه المباراه لا تدل ابدا يا كابتن ايمن على احداث وسير المباراه. صحيح. بامانه بتلعب فريق كبير جدا النهارده، انت كنت بتهاجمه في الثلث الدفاع عنده بتبقى عنده موجود ضاغط بتقدم مباراه انا شايف من وجهه نظري افضل مباراه لعيبه النهارده ادوها، اداء مشرف جدا جدا. ان شاء الله تكون بدايه وانطلاقه للمباراه اللي جايه يوم السبت ان شاء الله باذن الله، ويفوزوا ويعني على الاقل ناخد الميداليه البرونزيه. اداء مشرف محدش يزعل، ولكن انت بتلعب فريق كبير يا كابتن علاء، خلي بالك فريق كبير جدا جدا. النهارده النادي الاهلي اثبت النهارده ان لعيبته مفيش خوف، في جرأه، راحوا وضيعوا اكتر من فرصه. بامانه كان اداء جميل جدا جدا للعيبه من الاهلي. الحكم النهارده الاندريس اللي هو من اورجواي كابتن علاء، خلي بالك عمل حاجتين جمال جدا جدا، ودي دايما احنا بنستفيد من الحكام مش بس في احتساب المخالفات، ولكن لما نيجي النهارده يا كابتن اسامه نشوف تحركات الحكم كابتن علاء بسيطه جدا. صح. عنده قراءه جيده قوي 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 لطرق واساليب لعب الفريقين، ودي خلي بالك مش كل حكم بيعرفها. ازاي بتواجد داخل الحدث في كل مره داخل مناطق الجزاء هنا وهنا هتلاقيه موجود يا كابتن. صح. سهل جدا، بسط الامور، مش متعصب، هادي، خد كل القرارات الصحيحه. يمكن حتى القرار الوحيد اللي عدى منه هو ركله جزاء، الفار استدعاه ورجع وحاسب. الميزه كمان كابتن ايمن ان كمان حته اداريه بنقول للحكام، لما حصل هو بيعمل رايح للفار كابتن عادل كان هناك في تشابك ما بين اللاعبين، راح راجع تاني وفك التشابك وبعدين راح، كان ممكن حكم تاني يسيب الدنيا كده لا. دي حاجه كمان دروس مستفاده، انت رايح للفار، الفار مش اهم من ان اللعيبه تتشابك مع بعض ويحصل فيه مشكله، رجع تاني وفضل الشبكه وبعدين راح للفار. اخر حاجه عملها وده اللي احنا بنقوله، الاتحاد الدولي النهارده عمل تجربه ان الحكم يبقى فيه الجمهور يعرف ايه اللي حصل يا كابتن علاء في الفار. لو هنشوف كده واللقطه معانا، بعد ما راح الفار تاكد تماما بنت. اقتنع، رجع قال ايه؟ بنت. ديسيجن مظبوط، بنالتي، قرار ركله جزاء، وقال على مين بقى؟ على رقم 17 اللي هو كان عمرو السولية. ده جديد، وهنا بنقول دايما الاتحاد الدولي بيسعى للشفافيه والوضوح يا كابتن علاء، كمان عاوز يدي الجمهور ثقافه تحكيميه عشان الناس تبقى حتى كمان بتتفرج وعارفه. هنروح للحالات وهنشوف ان هو اتخذ اكتر من قرار ايجابي في هذه المباراه. نشوف هنا الحاله الاولى، وهنا الحاله دي هو كان قريب جدا ما حسبش كابتن علاء، حاله ما حسبش. هنا بنقول حاجه اسمها سلايد كونتاكت، يعني ايه؟ تلامس بسيط مش هو ده اللي يخلي اللاعب يسقط، لابد ان يكون في فعلا حدث خلى اللاعب سقط يا كابتن عادل. وهنا هو امر باستمرار اللعب والفار اكد على القرار، هنا لا توجد مخالفه، رجل على الارض، والتلامس البسيط دوت مش هو اللي اسقط اللاعب، القرار هنا في هذه الحاله قرار صحيح وما فيش هنا مخالفه ركله جزاء. الحاله بعد كده، وهنا شحات ذكي جدا جدا جدا، وخلي بالك من احلى الالعاب للمهاجم ان هو ايه، يروح ويروح لامم كده، مفيش اي حاجه يعملها المدافع غير ان هو ياخد رجليه يعرف ركله جزاء. حتى لو جبنا الحكم هتلاقيه واقف بالظبط على منطقه او خط ال 18، ركله جزاء هنا العرقله واضحه جدا جدا وسهله، خدها بذكاء. شحات النهارده كان بصراحه متميز جدا جدا جدا، عمل كل حاجه النهارده كابتن بلال في المباراه، منها ركله جزاء صحيحه لم يتردد الحكم في احتسابها، وهنا الفار اكد على صحه القرار. نروح للحاله اللي بعد كده، نشوف هنا الحاله كابتن. هنا طبعا يعني اي لاعب مهاجم بياخد الكره على بره وبتحط رجلك انت، اي هنا تلامس، هنا بنشوف هنا العرقله هنا كابتن من عمرو، يعني عمرو هنا لو ما حطش رجليه ما كانش هيبقى فيه مخالفه ابدا، ولكن هنا الرجل هنا شبه اللي فات بالظبط، دي على الجنب ودي من يعني بالظبط، وهنا في تعليقه كده المكان بس يعني تعليقه، لكن هو صغيرة. نفس الخطا على فكره، نعم نفس الخطا او شبه الخطا، التعليقه يعني نفسها بالظبط، شحات زي هنا بالظبط، بس بتاع شحات كانت يعني ايه جايه من سرعه ومن حركه، انا معايا
يمكن دي يعني صحيح. كانت لسه اللاعب بيقف وكده. فهنا بنقول هنا في المخالفه واضحه طبعا، هو مش عارفش تفاصيلها. وهنا على طول الفار استدعى كابتن ايمن، لما راح للفار طبعا اقتنع، وهنا راح للفار حسب ركله الجزاء. ده بقى هنا بعد ما شاف الفار كابتن، ده اللي احنا بنقول عليه الاتحاد الدولي عمل تجربه لمده سنه، ان ما يحدث ما بين الفار وحكم المباراه الحكم هنا كمان الجمهور يعرفه والمشاهدين كمان يعرفوا ايه القرار اللي اتاخد. زي ما قلت الهدف من كده ايه؟ انك انت هنا في شفافيه وفي عداله، وده هو دوت هدف الاتحاد الدولي في كل مبارياته كابتن ايمن، ان هو يبقى عنده شفافيه وعداله ونزاهه. ده الهدف وفلسفه الاتحاد الدولي او فلسفه القانون يعني. هنا بيقول القرار دي سجن بنالتي على رقم 17، وده كان الناحيه اللي احنا بنقولها دايما، اللي احنا نفسنا النهارده في الدوري المصري نشوف التجربه يا كابتن عادل، نشوف الكلام ده احنا بنطبقه بره. الثمان دقايق النهارده اضافهم النهارده محمد فاروق تقريبا في اجتماع مع الحكام المحليين، قال لهم طالما الاتحاد الدولي بيحسب الوقت بدل الضايع 8 و9 و10، ادي الوقت الضايع اللي فعلا بيروح من الحكام. الخلاصه كابتن ايمن النهارده هو حكم بشكل عام قدم مباراه كابتن بلال مباراه جيده جدا جدا، سهل على نفسه، وزي ما قلت اللاعبين كمان روحهم في الملعب ساعدوا الحكم في المباراه. اخيرا بنقول النادي الاهلي تاني بنقول قدم مباراه من افضل المباريات الثلاثه اللي اتلعبوا كابتن بلال، ان شاء الله تكون بدايه وانطلاقه ليه يوم السبت ان شاء الله يفوز ويحصل على البرونزيه باذن الله، ويفرح كمان الجماهير وجماهير مصر كلها.